دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا اليوم راه الخميس، واخا شوف ندوز لكم هذا الفيديو اليوم ولا غدا، الله اعلم، ما نقدرش يعني نقول لكم داك الشيء اللي غادي يوقع، الله اعلم. المهم ان شاء الله اليوم راه الخميس، يعني دوزنا لكم فيديو ديال الشتاء في الحسيمه. اش دير، راه ما كانش فيه الشتاء كما كتشوفوا، كما شفتوا في الفيديو ديال اش دير، راه ما كانت فيه الشتاء. دابا ان شاء الله غادي ندوزكم من هنا للامزور على حسب الشتاء اللي طاحت في الحسيمه، شوفوا واش غادي نتلاقاو مع الشتاء من هنا للامزور ولا لا. خليكم معايا، راه حنايا غادي للامزور ونشوفوا واش يعني نتلاقاو مع الشتاء او لا. كما كنشوفوا المشاهدين الكرام، يعني بحال الا ما طاحت الشتاء هنايا في النواحي ديال امزور، ما كاين لا الشتاء لا والو كما كتشوفوا، والله اعلم. دابا يا تكون طاحت شي حاجه قليله ولا ما طاحتش، يعني كما كنشوف يعني حتى شي حاجه ما فزقة بالماء، لان ماشي بزاف هذه من طاحت الشتاء في الحسيمه، يعني واحد يعني ساعتين هكاك، ساعه ساعتين يكون حتى لو كان طاحت الشتاء هنايا غتخلي الاماره ديال الشتاء وديال الفزق ديال وديال الطريق وديال كيسميتو الارض اللي كاينه على الجناب، يعني تكون فاسكه بالماء، ولكن حتى شي حاجه ما فاسكه بالماء صراحه، حتى شي حاجه ما فاسكه بالماء كما كتشوفوا، يعني كلشي يابس صراحه، كلشي ناشف كلشي ناشف. الا طاحت الشتا ونشفات الله اعلم، ما ظنيتش انا، لا ما ظنيتش، لان ما يمكنهاش على ساعه ساعتين تنشف، يعني الطريق راه كما كنشوفوا ما فيه حتى نقطه ديال الماء، ما فيسكا لا والو بالماء، وعلى الجناب عاوتاني كنشوف التراب، يعني ما فيسكاش بالماء، يعني راه باين ما طاحتش الشتا هنا في النواحي ديال يعني ايم زورن، وقريب نوصل لبوكي دارن دابا. وصلنا لبوكي دارن المشاهدين الكرام، هذا هو بوكي دار كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، وصلنا للوسط ديال بوكي دار كما كتشوفوا، وسط بوكي دان هو هذا، غنخرجوا بوكي دان دابا. هنايا راه طاحت الشتاء المشاهدين الكرام كما كتشوفوا، ماشي بحال اش دير كما كتشوفوا، يعني على الجنب ديال الطريق، يعني باقي في يعني بالشتاء، ولكن اش دير ما كانش فيه الشتاء، النواحي ديال امزور راه طاحت فيه الشتاء كما كتشوفوا، باقي الطريق في الزق بالماء يعني بالشتاء،
المشاهدين الكرام، الطريق باقي في الزق على الجناب. انا كما كتشوفوا عاوتاني الحمد لله رتحت انا الشتاء. المشاهدين الكرام، بقى لينا والو نوصلوا لإمزوره. انا في إمزوره رتحت الشتاء، ندخلوا ان شاء الله للمدينه ونشوفوا الشتا اللي تحت في مزورن. خليكم معايا. انا راه الطريق باقي في السكن كما كتشوف. احنايا دخلنا لإمزورن المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا انا راه تحت الشتا، الشوارع باقي فازقين بالماء. انا طحت شتا المشاهدين الكرام، كيما كتشوفوا الشوارع عامرين عاد بالماء، كلشي عاد فازق بالماء كيما كتشوفوا. الحمد لله شتا راه طحت انا في مزوره. الماء احنا في مزوره، كندوزكم الاجواء اللي كاينه ديال الشتاء هنا في مزوره. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، انا راه طحت الشتاء في مزوره. حنايا درنا على اليمن، الشتاء تحت باقي الشوارع فاسقين بالماء كما كتشوفوا. حنا غادي ندورو من هنا على اليسار المشاهدين الكرام. هنا كما كتشوفوا كلشي فاسق بالماء. كما كتشوفوا هنايا عامر بالغيس، يعني الشتاء تحت هنا بالكثرة. في مزور تحت الشتاء المشاهدين الكرام. نرجعوا المشاهدين الكرام للدخله الثانيه ديال إمزور، نشوفوا الجو كي داير تما. حنايا ندورو على الروبوا نشوفو الجو كيف داير في الدخلة الثانية ديال إمزورن. الحمد لله إمزورن راه تحت فيها الشتاء، الحمد لله داكشي اللي بغينا. كما كتشوفوا على الجناب ديال الطريق باقي فاسقين بالماء، لان اصلا الطريق راه يعني محتاج الماء بزاف، لان كان الصادفة الايامات اللي فات لان ضروري ما يشرب الماء بزاف. ونتمنوا من الله الخير المشاهدين الكرام. الشتاء الحمد لله طاحت كما كتشوفوا، كما كتشوفوا معايا المشاهدين الكرام.
المشاهدين الكرام غادي ندخلوا على اللي سر على هذا الركوع. هذه هي الدخله الثانيه ديال امزور. خليكم معايا المشاهدين الكرام. أتمنى يعجبكم فيديو المشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.